السلام عليكم. اليوم سأجعل لكم فيديو لتنظيف هنا. هذه ليجيت فار وهي دوارة الضوء تاع الخطر. أنا عندما أكون لا أعمل أجعل بريكول وهو أشغال كما هذه. فتحتها ونظفتها، هذه هي قبل وهذه هي بعد. أريكم كيف تنظفونها عندما تكون جالسا لا تعمل. أحسن من شيء آخر. تذهب وتنظفها. أريكم عندما تنزعها من هذا، تفتح هذه تنزعها من مكانها. أريكم واحدة واحدة. أول شيء وقبل كل شيء، تضغط على هذه، تضغط عليها هكذا. عندما تضغط عليها هنا تستطيع أن تفتحها. هي وين قبل النزع. هنا توجد هذه، تفتحها هكذا، تعمل كلتا يديك هكذا، تجدها متسخة. تجد هنا خيط أزرق، انزع. تجد آخر أحمر، انزعه مع الأحمر هنا بفرشاة الأسنان. وهنا هذه ميد إن جيرماني وهذه ميد إن روماني. كذلك تستطيع نزع هذا، هذا النابض، كي تنظفها جيدا. قليلا من إزيز الصابون. هناك كابل نحاسي هنا، من حين إلى آخر تجد هذا الكابل النحاسي لا يمد الكهرباء هنا. أضغط عليه هنا تمر الكهرباء. قليلا من الشحم كذلك تجعله هنا. يبقى هذا يجب أن تملأه بالماء والصابون. أو الماء وإزيز، إزيز أحسن. فرشاة الأسنان من الداخل ومن الداخل ومن الخارج، رويدا رويدا حتى تكملها. هي لا تدخل، من أحسن تنظفها من حين إلى آخر. من هنا كذلك بعد ذلك تنظف هذه بمنشفة نظيفة. بعد ذلك ترجع نابض إرجاعته وتجعل قليل من الإزيز هنا، تجعل قليل من الإزيز هنا. يساعدها في الانزلاق. بعد ذلك تلصق الأحمر مع الأحمر والأزرق مع الأزرق هكذا. تدخل تجعل هذه الجهة من هنا، هذه الحفرة مع الإزيز، سوف تدخل مسرعة.
تضغط عليها ضغطة جيدة. دخلت تتبعها، النابضة يعمل جيدا. تبقى هذه سهلة، هذه بالماء والصابون فقط. ومن الخارج كذلك، بعد ذلك نظفها بالماء النقي، ومن شفة جديدة ترجع كأنها جديدة إن شاء الله. أنا دائما أنظفهم عندما أكون لا أعمل. سنذهب لنجربهم. طريقة إدخالها سهلة، تبحث عن هذا، ها هو عندك، تدخلها في هذه الحفرة دورة خفيفة وانغلقت. سأذهب لألصقهم في الاثنين. انظروا الآن، لقد تنظفوا. قد مررت الكهرباء، سوف إن شاء الله عندما أدخلهم سيعملون مباشرة. انحرق الضوء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.